The High Representative for Disarmament Affairs and the head of the United Nations mission. الأمم المتحدة تعلن إرسال فريق التحقيق بخصوص مزاعم استخدام السلاح الكيماوي إلى دمشق الأسبوع المقبل. وحدات من جيشنا الباسل تواصل تطهير الأرض السورية من دنس الإرهاب. I've made it clear in my statements and in all of the meetings I've had that I... في مصر أشتون تطالب بإطلاق سراح مرسي والإخوان مستمرون في تصعيدهم. من تلفزيون الدنيا في دمشق نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن آكي سيلستروم رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أن الفريق سيتوجه إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين. The High Representative for Disarmament Affairs and the head of the United Nations mission. سيقوم الممثل السامي لشؤون نزع الأسلحة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا بزيارة دمشق الأسبوع القادم بناء على دعوة الحكومة السورية، ويأمل الأمين العام أن تسهم هذه الزيارة في مزيد من التفاهم من أجل الدخول إلى المواقع التي يشتبه في استخدام السلاح الكيميائي فيها. حثت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندا الشماط مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف آليات التعاون والتنسيق فيما يخص البرامج والأنشطة التي تعمل الوزارة على تطبيقها وفق أولويات محددة. وأكدت الوزيرة الشماط أن الوزارة تهدف إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية من خلال عدد من البرامج النوعية الخاصة بالأطفال المقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة وتحت مظلة الدعم النفسي والاجتماعي، وذلك بشكل تجريبي كمرحلة أولى، بحيث تتم عملية التقييم والتحديث لهذه البرامج بما يتوافق مع الأهداف المرجوة منها كونها مصممة لتنمية قدرات الأطفال واكتشاف مواهبهم وتعزيز مفهوم الجندر والمواطنة الفاعلة، بالإضافة إلى استهداف الأطفال المتسربين من المدارس والمشكلات التي يمكن أن تواجههم. عقدت اللجنة العليا للإغاثة اجتماعها 39، وذلك لتوزيع المساعدات التي تحتاجها محافظة حلب بالتعاون مع الهلال الأحمر والجهة المعنية. وترأست الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية كندا الشماط. وأكدت الدكتورة الشماط أنه تم التوجه نحو حلب وبمتابعة حثيثة خلال هذا الأسبوع، حيث وصلت 63 شاحنة قاطرة ومقطورة تتضمن 1500 سلة صحية و 3500 سلة غذائية و 3000 سلة داعمة للطاقة و 120 ألف طن من الطحين، وسيستمر توزيع الطحين حتى 200 ألف طن. الحقيقة نحن اشتغلنا على كلجنة عليا للإغاثة على الشق المتعلق بمسألة المساعدات الإنسانية. تم تسيير أكثر من قافلة وما زال الأمر مستمر حتى يصل العدد لدينا إلى 20 ألف حصة غذائية تكفي طبعا 20 ألف أسرة، بالإضافة لمعلبات ومواد جافة طبعا ومواد غذائية كمعلبات، بالإضافة لشيء يمكن استخدامه بالطبخ. في هناك أيضا مساعدات صحية بسلة صحية أيضا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مساعدات غذائية. لدينا أيضا جملة من المواد التي قدمت كحليب وحفاضات للأطفال. إذا هذا البند قامت به اللجنة العليا للإغاثة كدور داعم لعمل اللجنة الوزارية التي تشكلت لمدينة حلب. أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد وصول أكثر من 100 شاحنة تحمل معونات غذائية إلى مدينة حلب خلال الساعات 24 الماضية، في وقت بدأت هذه المساعدات تأخذ طريقها إلى المواطنين، ما يساهم في تعزيز صمود المواطنين في وجه الحصار الذي تفرضه المجموعات الإرهابية. هو ضجيج المخابز في حلب يبشر بعودة شريان الحياة
وهي رائحة رغيف الخبز تبعث مزيدا من الحياة لهذه المدينة التي حاصرها الإرهاب فقطع عنها حتى رغيف العيش، وابتزها تجار الأزمات حتى عبثوا بلقمة كفاف أرادها أي مواطن حلبي. نتابع يوميا وصول المازوت والبنزين والمشتقات الأخرى الغذائية إلى مدينة حلب، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يزول هذا الهم اليومي عن أهل حلب، ويستحقون ما نقدمه. ونحن بكل تواضع نقول أننا لسنا راضين عن أدائنا، لأنه في الأيام القادمة سوف يرتاح كل مواطن وأن يؤمن خبزه وقوته اليومي. نحن صرنا تقريبا 5 أيام عم نشتغل، إجانا كمية من الطحين بتكفينا حاليا لحوالي شهر. عم نشتغل أول شيء كزمن 24 ساعة على 24 ساعة. قافلات من المواد الغذائية والمحروقات وصلت لتلبي حاجة أبناء المدينة، والمواد بدأت بالتوفر، ولكن الأسعار ما زالت خارج قبضة المواطن وإن كانت نظامية، وما زال الانتظار في أدوار الخبز والخضار والمحروقات هو سيد الموقف في حلب. أملنا خضار وأملنا فواكه وفي معلبات وكل شيء فيه، بس في أزمة شوي يعني زحمة. يعني كنا ناخذ بطاطا ب 35 وب 40 وب 25، فجأة صارت 85 وصارت 150 برا و 300، في فرق. إذن القوافل التي وعدت بها الجهات الرسمية تصل المدينة، والحالة المعيشية للمواطن بدأت هي الأخرى تستيقظ من كوما الحصار الذي اختبر هذه المدينة بأشد درجات وأقساها في هذا الشهر الفضيل، فكان رمضان كريما على أهل حلب الصامدين، وإن حلقت أسعاره وطالت أوقات الانتظار عند جميع الطوابير. أكد وزير الصحة سعد النايف خلال لقاء مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن وزارة الصحة أولت قطاع الرعاية الصحية الأولية للأطفال والنساء اهتماما خاصا بما يكفل توفير متطلبات الحماية والرعاية الصحية لهم كونهم من الفئات الأشد ضعفا. وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة اليونيسف وضرورة مضاعفة الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية للأطفال في ظل الظروف الراهنة وتوفير الاحتياجات الصحية من لقاحات ومواد تغذية وقائية، لافتا إلى أن الوزارة ستطلق خلال شهر تشرين الثاني القادم حملة لتلقيح الأطفال تستهدف قرابة 2 مليوني طفل. تبحثنا حول موضوع اللقاحات وكيفية دعم هذه المنظمة إلى وزارة الصحة السورية بالمزيد من توسعة اللقاحات، وأطلعناهم أن لدينا هناك حملة تلقيح وطني في شهر تشرين الثاني إن شاء الله المقبل. الحقيقة أطلعناهم على الواقع الصحي بشكل عام وما يتعرض له الخط العربي السوري من هجمة شرسة، وخاصة على الواقع الصحي الذي يجب أن يحيد في كل أخلاقيات العالم. وإن شاء الله وزارة الصحة ستبقى العين الساهرة على صحة الوطن والمواطن. الحقيقة نحن نصل إلى كل مناطق في الخط العربي السوري حتى المناطق الساخنة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، والتي استطعنا من خلالها تأمين لقاحات لكل أطفال الخط العربي السوري، وإن شاء الله الحملة القادمة ستثبت ذلك. من الواضح أنه لدينا اهتمام مشترك في هذه الظروف الصعبة لنقدم الخدمات المطلوبة لكل الناس في كل مكان. فمنظمة اليونيسف تهتم بالأطفال والنساء، ولدينا تعاون جيد جدا مع وزارة الصحة السورية لتقديم اللقاحات. كرمت جمعية ازدهار للمغتربين في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سوريا ومجلس مدينة اللاذقية أسر الشهداء في مدينة جبلة وريفها تقديرا لتضحياتهم الغالية التي قدموها في سبيل عزة الوطن وكرامته. قدمت جمعية ازدهار للمغتربين في فرنسا بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سوريا ومجلس مدينة اللاذقية معونات عينية وغذائية لأسر الشهداء في جبلة وريفها، ضمن حفل تكريمي في ثقافي جبلة تضمن عروضا وكلمات للمشاركين. المشاركون أكدوا أن هذا التقديم رمزي وبسيط قياسا بما قدمه عوائل الشهداء. جرحى الجيش العربي السوري تحديدا تضامنا من اخوتنا المغتربين السوريين في فرنسا اللي حبوا يقدموا لهم هديه بسيطه تعبيرا عن الشكر والوفاء. ب
بدورهم أكد ذوو الشهداء أنهم مستعدون لتقديم كل ما يملكون في سبيل الوطن ورفعته، آملين أن تزول هذه المحنة عن أرض سوريا الحبيبة. إن شاء الله بإذن الله الجيش العربي السوري منتصر. الله يحمي هالبلد ويحفظ حدوده ويرعى جنوده. من مدينة جبلة، باسم عباس، تلفزيون الدنيا. انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي المزاعم حول أرسال السلاح من قبل إيران إلى سوريا، مشيرا إلى أن هذه المزاعم الواهية تثار من قبل أولئك الذين يدربون ويسلحون الإرهابيين والعناصر الخارجة على القانون ضد الشعب والحكومة في سوريا بشكل هادف ومدبر، بحيث يعرقلون من خلال دعم الحرب والعنف جهود المجتمع الدولي الذي يسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. وقال عراقجي في تصريح له حول ما تردد عن احتمال قيام إيران بنقل أسلحة إلى سوريا عبر الأجواء العراقية، إن الحكومة العراقية قامت بعمليات تفتيش غير معلنة لبعض الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا، وأعلنت رسميا في جميع الحالات أن هذه الطائرات لم تحمل أي معدات عسكرية. وذكر عراقجي أن كبار المسؤولين العراقيين وفرق التفتيش أكدوا أن السلع التي ترسلها إيران جوا إلى سوريا كانت مجرد مساعدات غذائية وطبية. ضبطت الجهة المختصة بالتعاون مع الأهالي في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية وكرا لإحدى المجموعات الإرهابية، حيث عثر على بندقيتان روسيتان وثمان بنادق بومباكشن وثلاثة ناتو ومسدس حربي وجهازين لاسلكيين وكميات من الذخيرة. أصيب اثنان من العاملين في المركز الإذاعي والتلفزيوني بحمص بجروح جراء سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون على المركز الكائن بحي كرم الشامي بحمص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في المبنى أيضا. قذيفة هاون ثانية سقطت في سوق الخضار بحي الخضر وأدت إلى إصابة مواطن، وثالثة سقطت على بناء سكني في محيط كنيسة مارفرام في أول حي العدوية. كذلك استشهد ثلاثة مواطنين جراء سقوط قذيفة هاون على مدرسة ميسلون بحي الدبلان. كعادتهم المشؤومة، قذائف حقدهم وغلهم وغيظهم تنهال على المدنيين كلما تقدم حماة الديار في تطهير المناطق التي دنسها الإرهاب. حمص حي الخضر، المركز الإذاعي والتلفزيوني، حي عكرمة، العدوية، حي الدبلان ومناطق أخرى كانت هدف قذائف الإرهابيين. الإرهابيون استهدفوا بقذيفة هاون الأسر المهجرة المقيمة في مدرسة ميسلون بحي الدبلان، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، حيث تم نقلهم إلى المشافي في المدينة. كما أدى هذا الاعتداء الإرهابي إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في مبنى المدرسة. مثل العادة توجهت مكان عملي بالمركز الإذاعي والتلفزيوني وما بعرف شو صار، ما لقيت حالي غير المشفى. أي ساعة حكيت؟ 9:30 الصبح. سمعنا صوت انفجارات، فقنا على صوت الانفجارات، بيت جيراننا رايح، وهاي هون لك شوفي مثل ما انك شايف يعني العالم ما انا هون بيوت احترقت وتحت وفوق كله رايح الحارة نصها. الله لا يسامحهم، شكرا الله لا يسامحهم. احنا كنا نايمين ما سمعت الا صوت قوي وطلع شيء يعني من الغبار والدخان وقلب الغرفة جوا بغرفة النوم بالبيت. هذا هيك هيك بدهم، هيك بدهم يشتغلوا، هاي الحريه اللي بدهم اياها. قاعدين هون على البلكون ما شفنا الا صاروخ نزل فوق غرفه النوم فوق الاغراض كلياتنا وتكسرت هالشبابيك واحترق البيت اللي فوقنا، وليك الدخيل هلا لساتها ومثل ما شايفه. يعني شو بدنا نساوي بقى؟ هيك الحريه عندهم، الله لا يعطيهم عافيه. بدهم خراب ودمار وبس، ما بدهم شيء. الاضرار الماديه كبيره، وخاصة ما لحق بالمركز الإذاعي والتلفزيوني ومنازل المواطنين، والصورة أبلغ من أي كلام عن مدى حقد هؤلاء. السوريون دائما يقولون مهما بلغ حقدكم يا طيور الظلام لن تثنوا العزيمة
وسنبقى أبدا صامدين. استهدفت وحدة عسكرية مقرات وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة في ريف إدلب، ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وجرح عدد كبير منهم. كما عثرت وحدة عسكرية على شبكة أنفاق يتجاوز طولها أكثر من 500 متر وبعمق 6 أمتار في بلدة بسنقول. في ذات الوقت تواصل وحدات من الجيش العربي السوري تطهير منطقة أوتوستراد اللاذقية إدلب. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تطهير الأراضي السورية، بسط السيطرة على كافة الجبهات، بتر يد الإرهاب التي امتدت وتمتد على الدولة والشعب السوري، وتنظيف البلاد من أشر العباد. هذا ما يسعى ويعمل من أجله أبطال الجيش العربي السوري، إيماناً منهم بالعقيدة الراسخة بنصر مؤزر وقريب. طريق الأوتوستراد الواصل بين اللاذقية وإدلب بات مسرحاً لعمليات الجيش بعد أن عاثت عصابات جبهة النصرة تخريباً بهذا الطريق، فاستهدفت سيارات المدنيين على الطريق الدولية وفجرت الجسور المشيدة. الجيش رد بقوة وحزم على كل من حاول التطاول على القرى والمناطق المحيطة بالطريق العام. صاروخ العصابات التكفيرية الممولة من دول الخليج وتركيا وبمباركة أصحاب اللحى سقط هنا، يحرق الأرض الطيبة. النيران أخذت تأكل أحلام هذا المسن الذي حاول بوسائله البسيطة إنقاذ ما تبقى، وكالعادة وفي الوقت المناسب رجال الله هنا للمساعدة. وهنا تتناثر جثث عناصر العصابات التكفيرية التي حاولت يائسة الإفلات من ضربات الجيش العربي السوري. شعار ما يسمى لواء أحرار الزاوية واضح على صدورهم الحاقدة. أما شعار الجيش العربي السوري حماية الوطن والمواطنين ورد الإرهاب عن سوريا الحبيبة، سيظل ويبقى أقوى الشعارات وأشدها على الأرض. في إطار حملة النصر لسوريا التي أطلقتها حركة شباب شد الهمة التطوعية، قام شباب الحركة بزيارة حماة الديار في قرية بيت حليبية بريف اللاذقية لمعايدتهم بمناسبة شهر رمضان المبارك. في أرض لا تتسع للحق والباطل معا، ولأن الباطل استل سيفا ليذبح الياسمين ويشوه الربيع ويحيل وطنا كاملا إلى دمار وحرائق وخراب، ولأن للحق رجالا استلوا سيوفهم ليزودوا عن وطن أراد الباطل أن يغتال فيه الأمل، فكانوا هم الأمل، حماة الديار، رجال الله على الأرض. أنا صار لي سنتين ما شفت أهلي، وهدول الشباب أجوا لعنا مثل أخي وأختي وكلهم بعدهم مثل أهلي. كثير انبسطنا بخدومكم وارتفعت المعنويات هلا، وحسينا إنه الوطن كلنا أهل واحد. أنا لما شخص بيجي لعندي بمكان القتالة وبيقول لي كل عام أنتم بخير بشهر رمضان أو بالعيد، أنا بوصل لي شعور أهلي. نحن بنشكرهم كثير وبنقول لهم كل عام أنتم بخير والوطن بخير، وإن شاء الله رح نضل ندافع ومصممين لحتى تتحرر آخر شبر من هذه الأرض. تحت راية النصر لسوريا انطلق شباب شد الهمة التطوعي ليزوروا جنود الجيش العربي السوري في كافة مواقعهم العسكرية غير آبهين بمخاطر الطريق، فنبالة الهدف تستحق المخاطرة، وهو إيصال رسالة حب ووفاء من أبناء سوريا إلى حماة الديار في رمضان الخير. طبعاً هي زيارتنا 17 اللي عم نقوم فيها لعناصر جيشنا، واجت خلال شهر رمضان المبارك، اجينا كلهم كل عام وانتم بخير ونقف جنبهم، في منهم كثير ما صار لنا زمان ما شافوا اهاليهم. بهدول الزيارات ادركنا وايقنا وامنا انه هيدا الجيش السوري ما بيشرب الا عقيده وحده، هي عقيده حب الوطن، وما بينام وما بفيق غير على هدف واحد هو حمايه هيدا الوطن. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم رجال الوطن، كل عام وانتم نصرنا القريب والقادم. في بيت حليبيه كانت واحده من هذه الزيارات امضى خلالها حماة الديار استراحه محارب مع هؤلاء الشباب ليحملوهم رسائل الى اخوتهم في الوطن بأنهم صامدون حتى النصر. لأخبار الدنيا ريما راعي، اللاذقية.
يواصل البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس جولاته الميدانية. فبعد اللاذقية حل البطريرك يازجي ضيفا عزيزا على قرية المتن الساحلي في محافظة طرطوس. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. استقبال جماهيري حاشد وكبير لغبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أثناء زيارته لقرية متن الساحل في ريف طرطوس، حيث ترأس غبطته قداسا إلهيا في كنيسة القديسين بطرس وبولس وسط حالة من المحبة والأمل بعودة السلام لكل سوريا. الله يحميكم جميعا ويحمي البلد وهالبلد اللي أبناءها دوما بحبوها واللي طول عمرها بتقدم تفتي بلدها بدمها. ومنقول اليوم لكل أبنائنا، لكل أحبتنا، لكل إخوتنا بسوريا أن نضل متمسكين بهالرجاء وبهالمحبة وبهالقيم اللي نحن ربينا عليها، وهيك رحمة الرب بتشملنا وهيك بيكون السلام دوما بقلوبنا. وأشار البطريرك يازجي في كلمته إلى أن المحبة ليست بالقول وإنما بالفعل والعطاء والتسامح، وأشاد بعمق النسيج السوري ووحدته رغم الظروف التي يمر بها الوطن، ودعا إلى التكاتف لأجل استقبال وحماية من هجرهم الإرهاب من بيوتهم وتقديم جميع أنواع المساعدة لهم. زيارة غبطة البطرق بهالظروف هيدي الخاصة اللي عم يمر فيها البلد لها كثير أهمية، هي رسالة محبة، رسالة سلام، رسالة حياة، أنه الشعب نحن محب للحياة، محب للسلام، شعب حي لا يموت. فرح شعبي كبير بزيارة غبطة البطريرك، وتأكيد من جميع الأهالي على أهمية الزيارة ورمزيتها. رسائل محبة وسلام حملها البطريرك يازجي في زيارته الأولى إلى محافظة طرطوس، والتي تستمر حتى منتصف آب القادم. لأخبار الدنيا الفضائية، علي الكنج، طرطوس. بعد بيرينز وصلت وزيرة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى القاهرة، فالتقت مع الجميع وطالبت بالإفراج عن الرئيس المعزول مرسي، فيما الشارع الإخواني يحضر لمزيد من الخطوات التصعيدية. بعد يوم على أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين لتصبح أول حكومة بعد عزل مرسي، ثار أنصار المعزول وخرجوا إلى الشوارع التي لم يغادروها منذ أسابيع، رافعين السلمية شعاراً والوعيد بالمزيد من العنف مضموناً، محاولين اقتحام ميدان التحرير. في هذه الأثناء وفيما يشبه السباق بين الولايات المتحدة وأوروبا، وصلت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى القاهرة بعد يوم على زيارة مماثلة قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز. وفيما لم يجرؤ بيرنز على الاتصال بالإخوان المسلمين، كانت أشتون أكثر حرية في تحركاتها، فالتقت مع قياديين في الجماعة ولم تخفي رغبتها بإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. لقد أوضحت منذ البداية وفي كافة الاجتماعات التي عقدتها على ضرورة الإفراج عن الرئيس مرسي وعن جميع الموقوفين على خلفية سياسته ما لم توجه له اتهامات. الهدف الرئيسي ان احنا بنوضح موقفنا، ان احنا اساسا الموضوع لا يتعلق باشخاص ولا يتعلق باحزاب، ولكنه بيتعلق بمستقبل الديمقراطيه في مصر، وان موقفنا وموقف الناس اللي في الشارع دي كلها اللي بتتزايد كل يوم انها صعب عليها جدا انها تقبل مسار يكون فيه تحكم لحكم عسكري في مصر مره اخرى او لمسار انقلابي في مصر مره اخرى. اجتماع أشتون مع قياديين من الجماعه اضاف زخما جديدا في ميدان رابعه العدويه، حيث علت الأصوات من جديد للإفراج عن مرسي. الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، أمريكا، كل الدول تتعامل مع من؟ تتعامل مع رئيس غير شرعي لا أصل له، لا قاعدة شعبية ولا صندوق ولا انتخابات. وكانت أشتون قد اجتمعت أيضاً مع محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت، ومع ناشطين من حركة التمرد التي قادت الثورة ضد حكم الإخوان، ومع هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد مرسي. اجتماعات هنا وتحركات على الشارع، والأمور بدأت تأخذ منحاً أكثر حدة بين شرعية الشعب التي عزلت مرسي
وبين شرعية الصندوق التي يتمسك بها الإخوان حتى الرمق الأخير، ما يدخل مصر في متاهة جديدة يقول مراقبون. سياسيا، أكد دكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية أنه تم التركيز خلال الأسبوعين الماضيين على خارطة المستقبل، والذي بدأ بالإعلان الدستوري ووضع دستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية. وأوضح حجازي أنه سيتم تعديل الدستور بتلافي أخطاء الدستور الماضي، يبدأ بلجنة من خبراء القانون الدستوري، ثم يعرض المشروع على لجنة تأسيسية من 50 عضوا من خلال ترشيحات كل قطاع من قطاعات المجتمع، ويتم اختيارهم من خلال معايير واضحة سيتم الإعلان عنها. وتوقع مصطفى حجازي الانتهاء من الدستور في غضون 4 أشهر، يدعو بعدها الرئيس عدلي منصور إلى انتخابات برلمانية لقيام برلمان خلال 2 شهر أو أكثر. وبعد انتخاب البرلمان وانعقاده بأسبوع سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية، فيما تتم مرحلة التأسيس على النحو الذي يرجوه المصريون من خلال ثورة يناير وبعدها 30 يونيو ليكون جميع المصريين أحرارا. إلى ذلك، أمهل سكان منطقة رابع العدوية بمدينة نصر المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حتى الجمعة لفض الاعتصام. وقال السكان في بيان لهم على صفحتهم على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بعنوان استغاثة سكان رابع العدوية، إن مدينة نصر عامة ورابع العدوية خاصة تعيش منذ 20 يوما حصارا بكل معنى الكلمة منذ 28 يونيو الماضي وحتى يومنا هذا. وأضافوا: لسنا مؤيدين للاعتصام ولسنا رافضين له طالما لا يضرنا في شيء، ولكن الضرر قد وقع علينا، فقمنا بمحاولات عديدة مع مسؤولي إدارة الاعتصام والمعتصمين لمساعدتنا في استعادة حياتنا الطبيعية التي سلبت منا، ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما صرح به أحد المسؤولين من أن الكيان الإسرائيلي وافق على استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 67. وقال مارك رغيف المتحدث باسم نتنياهو: التقرير غير صحيح، وذلك بعد أن امتنع في البداية عن التعليق على ما ذكره المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه. وكان المسؤول قد قال إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يزور الأردن سيعلن تفاصيل خطة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كدولة يهودية، وذلك إذا وافق الفلسطينيون على الصيغة. نفى بل في الكويت صدر أول حكم قضائي بحبس ناشطة سياسية هي سارة إدريس لمدة 1 عام و8 أشهر بتهمة العيب في الذات الأميرية. وأيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم أول درجة بحبس إدريس بسبب تغريدات لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكان دفاع إدريس قدم كتابا طبيا للمحكمة يفيد بعدم حضور موكلته الجلسة السابقة بسبب عارض صحي، وطلب فتح باب المرافعة في القضية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الكتاب وأيدت الحكم. يعتزم وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إجراء خفض بنسبة 20% على الميزانيات العائدة إلى كل من مكتب وزير الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة والمقرات العامة لفروع الجيش، كما أعلن البنتاغون. وقال المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل إنه خلال جولة له على قاعدة جاكسونفيل الجوية البحرية في فلوريدا أعلن وزير الدفاع عن خفض بنسبة 20%
من ميزانيات مكتب وزير الدفاع ورئاسة أركان الجيوش المشتركة والمقرات العامة لفروع الجيش. وأوضح المتحدث أن هذا الخفض سيطبق بين العامين 2015 و2019 وسيؤدي إلى توفير ما بين 1.5 مليار و2 مليار دولار. أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن الرئيس الأسبق نيلسون مانديلا الذي يحتفل بعيد ميلاده 95 ما يزال في المستشفى، لكن حالته الصحية تتحسن. وجاء في بيان لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما إن مانديلا ما زال في المستشفى في بريتوريا، لكن أطباءه أكدوا أن صحته تتحسن بشكل مضطرد. يذكر أن مانديلا البالغ من العمر 95 عاما يعالج في مستشفى في بريتوريا منذ 8 حزيران الماضي جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد، وهو يعد من أشهر المناضلين الأفارقة في مواجهة نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب أفريقيا، وقد قضى نحو 27 عاما في السجون، وأطلق سراحه عام 1990، وتقديرا لنضاله الطويل نال جائزة نوبل للسلام عام 1993، وتولى الرئاسة في جنوب أفريقيا بين عامي 94 و99، إلا أنه اعتزل العمل في السياسة قبل نحو 20 سنوات جراء تقدمه في السن. بقي مشاهدينا تذكيركم بأبرز عناوين هذه النشرة. The High Representative for Disarmament Affairs and the Head of the United Nations Mission. الأمم المتحدة تعلن إرسال فريق التحقيق بخصوص مزاعم استخدام السلاح الكيماوي إلى دمشق الأسبوع المقبل. وحدات من جيشنا الباسل تواصل تطهير الأرض السورية من دنس الإرهاب. في مصر أشتون تطالب بإطلاق سراح مرسي، والإخوان مستمرون في تصعيدهم. ختام هذه النشرة الإخبارية أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.